ديما افكاري تحوم حول الموروث، اللغه، الريفرنس. كل موروث يجي، لكن كاينه حاجه يعني ايباربيي، ضايعه، ما لازمك تشدها وتفهمها، لكن تفهمها بطريقه معاصره. ندرس لما قررت العودة لتونس من 2004. درس في معهد الأوديوفيزيوال ميديا، واقترحت عليهم في المعهد من درس السينما اكسبيريمونتال، السينما التجريبية، هي عندها علاقة بالبراتيك، بشغلي. درس طلبة السينما، نحس اني عندي حظ كبير خاطر مع الطلبه من سنه لسنه يخليك كانك كل سنه تتجدد. بالنسبه للتمارين ولا الاعمال ولا الوركشوب ولا احنا نشوفوا مع بعض، فكل سنه عمري من اللي بديت ندرس عمري ما كان البروغرام هو نفسه في سنتين. من آخر أعمالي هي عمل شكل، هي حبر على البلور. تكنيك البينتينغ على البلور ولا حبر على البلور هي تكنيك قديمة معروفة بها الأكثر في جهة صفاقس اللي هي مدينتي. معروف في المتحف الصغير اللي عندنا في المدينة، ولا الرسوم على البلور الفرياني، هي من الفرياني والفنان كان في القرن، بداية القرن 18، وكان الفنان صفاقس، فكأنها هي ريفرنس نوعية الفن اللي احنا. وفي الفترة هذيك كان عمل آلاف من الرسوم على البلور، وتلقى الرسوم هذه في جل العائلات الصفاقسية. فأنا حبيت أن نقلد الجست، طريقة العمل. أخذت نصوص فلسفية قديمة عربية ونسختها، لكن ما ننسخ كان الشكل من غير نص، كان النقط فمن بعيد تشوفه كأنه نص، لما تقرب تشوف كلها أشكال، يعني أشكال صغيرة. فأنا نسخت الفار وإلا الشكل على حروف، يعني هي كأن الحركات من غير صوت، نص موجود ومش موجود. مصطفى من شعر أو لا 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 من مش شعر، مش على الكتاب القرآن. ميررة، هي مرآة، هو فراغمنت مقطع من نص الابن عربي فلسفي، وهنا كتبته بالمعكوس. هي كلها انستاليشن المنارة، منارة كبيرة طولها 5 متر، وهذه بس جزء صغير. الأول كتالوج فيها في عملي، أول معرض شاركت فيه كان في باريس مع الشغل، كانت أول فيديو. كان معرض صغير في باريس مع مجموعة من الفنانين الفرنسيين والتوانسة،
وكان أحلى تجربة يعني، أول تجربة وفيها أول عمل يعني. لما كنت طالبة في السوربون أنا دراستي كلها كانت باللغة الفرنسية، وبعدين لما بديت نكتب دكتوراه كانت كل المراجع ريفرنس مراجع كانت على الغربية، فوقتها بديت نرجع للغة العربية للكتب القديمة. وانا وقتها كنت بديت ان اللي نعمله اني ناخذ قصائد من الشعر الجاهلي ونترجمه للغة الفرنسية، واحيانا ناخذ اشعار من باللغة الفرنسية نترجمها للعربية. فكانت يعني نحاول اني من خلال الترجمة اني نرجع لغتي عن طريق اللغة الفرنسية. كان عندي صديق عنده غاليري في سانت اتيان في فرنسا، وطلب مني اني نترجم للشاعر اندرا ديوزوالد، الشاعر البرازيلي. هو نص اللي سيتي بيان شعر خشب البرازيل، واللي عجبني انه اندرا ديوزوالد هو في المانيفست في البيان حاول انه يشكل من جديد طريقه الكتابه باللغه البرازيليه، على خاطر في البرازيل في بدايه القرن العشرين كانت اللغه الفرنسيه متغوله على الادب البرازيلي، وفي البيان نتاعو كانت الكتابه عصريه وغريبه. فانا لما ترجمت كان كانه عمل تجريبي للغه، واني اكتشفت اللغة العربية عن طريق التجربة الاكسبيريمنتال. في انترفيو جيراني عندهم عرس، ف باش تسمع اليويو طول الوقت الزغاريت.